وعيالك بقى كانوا مدوخينك؟ اه. عليا اكتر ولا محمد؟ لا محمد عليا، بسم الله ما شاء الله بركه ربنا ما شاء الله ما شاء الله بركه ربنا فيها ماشيه بسم الله ما شاء الله. وده اللي احنا بنقوله لكل مشاهدينا، وارد قوي ان يكون ليه. عندي ابن سلس وابن متمرد او مش حابب يذاكر. يا رب ربنا يصلح. طبعا بما ان دي الشكوى العامه اللي كلنا بنشتكيها ان اولادنا ما بيحبوش يذاكروا او في عدد كبير جدا من جمهورنا. ما تنسيش الجروبات بتاع الشباب والبنات طبعا. انت عملت ايه مع محمد؟ انا سبته براحته. يعني محمد كان زي يوسف ولا جود؟ لا مش زي يوسف، زي جودي كده. ايه المشكله وتعمل ايه؟ والنبي اديني بقى من نصايحك. هم هتلاقي اصحابهم بيخليهم يعملوا. انا سبت لوحده لان الجروب بتاعه كله كده. اه ما هي دي. وكبرت دماغك؟ لا مش كبرتش، بس انا متابع كل ما يعمل لي استدعاء ولي امر اروح الاقي نفس الجروب ونفس الوشوش ونفس هم فاهم ازاي؟ هيخرج ازاي من وسطهم؟ هو طالعين معاه. كنت بتروح ايدك فاضيه فتري عليه الامر ولا بتاخد لهم تورته؟ صحيح. ده عارفه المستوى عايزين يفردوا على اللي قدام، هم جايين بقى كده عايزين يفردوا على القدام. ومشاكل من دي كتيره جدا، يعني الحق تعالى روح ما اعرفش ايه، يروح لعمه يمضي له ما يجيليش. بيقولوا دايما ان الاب بيكون مش متدخل قوي في المذاكره اليوميه او ما بيقفش على عياله كتير. صحيح. لكن يوم ما بيتدخل او يوم ما بيقفش بتكون قفشته قويه قوي. قفشته انت عمر انت عمرك قفشت على محمد قفشه وحشه؟ لا خالص خالص. ولا زعقت له كده؟ لا زعقت له بس مش عشان شكلك الدراسه. شكلك مرن يا شيف. مش عشان الدراسه، لا اصل انا انت عارفه ازاي؟ انا عندي اعتقاد نقطه ضعفي هو محمد، وفي نفس الوقت عندي اعتقاد ان ايه؟ ان انا اللي ربنا كاتبه لي هيمشي. نعمة بالله. ربنا كاتبه لي انا اعمل اللي عليا. ونعمة بالله. ربنا كاتبه لي هيمشي، بس لازم اعمل اللي عليا. طبعا. ما اقعدش في البيت اقول ربنا ناخذ بالاسباب. بالظبط، لازم تذاكر ولازم تاخد دروس ولازم ولازم ولازم. في الاخر ربنا هيعمل الطريق بتاعك. طب ان شاء الله. طب زعقت له ولا لا؟ زعقت له. وضربته؟ يعني جيت كده كنا تحت في الجراج ورحت زقه كده. كنت خلاص جايب اخر. بالظبط، ودنيتني متضايق منها لحد دلوقتي فاكرها. بجد؟ انا دنيتني متضايق ولحد دلوقتي هو فاكرها. واعتذرت له؟ طبعا، قال لي فاكر يا بابا كنا في الجراج في الحته ديت وزقني في العمود. ما بينسوش. بيدنوا في الفتره ديت. ربنا يخليهم لك. آمين يا رب. امين يا رب. طبعا كمان من ضمن